بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي في الخطوة السابعة في مشروع شرح تطبيق الببليشر الناشر من حزمة مايكروسوفت أوفيس، وده بيكون في إطار تصميم صحيفة حائط ببرنامج الببليشر أو مجلة حائط. كنا مشينا في الخطوة في المشروع بتاعنا سبع خطوات، ست خطوات ودي السبعة. الفيديو الحالي بعنوان تنسيق النصوص داخل الأعمدة، تنسيق النص داخل الأعمدة. والفيديو الحالي ده يعني مهم لكل من يتعرض، كل الفيديوهات إن شاء الله السلسلة دي يعني مهمة، ولكن الفيديو ده مهم في تعلم تنسيقات النصية، إزاي أنسق الكلام اللي عندي في داخل الأعمدة. لأن طبعا المفروض أن الأعمدة اللي عند حضرتك بتكون 8 أعمدة لو المجلة يعني صحيفة الحائط أفقية، و6 أعمدة لو هي رأسية. الأعمدة دي احنا عاوزين الكلام يكون من بداية العمود إلى نهايته، ما يكونش فيه فراغات. تعالى نعمل زوم كده حتى عشان نشوف الكلام اللي مكتوب ده. يعني مثلا العمود ده الكلام هنا منتهى عند آخر العمود، لا هنا، أيوة هنا، شوف فين وهنا فين، وهنا مش مظبوط وهنا مش مظبوط اهوت، وكمان ما فيش عنوان وما فيش صورة بتعبر عن الموضوع، خد بالك. فطبعا الكلام مش منضبط في نهايته، بادئ من اول العمود صحيح ولكن منتهي نهايات مختلفة، وما فيش يعني مش مكمل العمود كده. عايزين طبعا نظبط الكلام ده، نعمل له عنوان ونضيف صورة. الاول انا هاعتقد او هاعتبر ان احنا خلصنا كل الكتابة اللي في صحيفة الحائط، يعني هملة هنا كتابة. طبعا الكتابة اللي انا بملاها دي اي كلام، المفروض ان حضرتك بتكتب مقال افتتاحي لصحيفة الحائط وبتعمل تحقيق صحفي وحديث صحفي وقصة قصيرة وكل حاجة اهوت. كنترول في كنترول في كنترول في كده، انا حطيت اي كلام كده نسخ ولصق كده علشان بس نعمل عليه التنسيقات بتاعتنا. انا احدد الكلام اللي عندي وبعد كده هعمل له تكبير من هنا. في الاول خالص كده هعمل له يعني هنا اول حاجه كده، حتى هضغط على في، انا عندي عارف زر ديليت في جنبه زر اسمه اند وزر اللي فوقه اسمه هوم. هضغط على هوم ده وبعدين اضغط انتر مره واثنين وثلاثه او مرتين علشان اعمل يعني مكان للعنوان، مكان لإضافة العنوان. بعد كده أحدد الكلام بتاعي وأروح على المشدود ديت اللي هي في تنسيق فقرة الرسمة ديت، وأضغط عليها مرة واحدة هيظبط لي الكلام من أول العمود إلى آخره، وبالطريقة ديت هعمل كل الأعمدة مشدود أهوت. وبعد كده أظبط الكلام بتاعي وزر هوم عشان أوصل للبداية وإنتر إنتر ماشي. طبعا انا هضيف صور دلوقتي وهاعيد تنسيق الكلام تاني، احدد واخليه مشدود وبعد كده هوم وانتر انتر، احدده تاني واكبر شوية من هنا، او التكبير بيكون من كنترول مع البي اللي هي فور بين من لوحة المفاتيح. نفس الخطوات بكررها اهوت مرة واثنين وثلاثة علشان حضرتك تكون معايا ويعني تحقق الاستفادة. هوم وبعدين انتر انتر مرة واثنين وثلاثة ماشي. نفس الكلام احدد ازود الحجم بتاع الخط واعمله مشدود وانتر مرة واثنين وثلاثة اول سطر، وبعدين اضغط على هوم عشان اوصل لأوله، وبعدين انتر مرة واثنين وثلاثة، وهضيف صور دلوقتي. طبعا احنا لسه في مرحلة الاعمدة اللي هي المجردة، ما دخلناش للاعمدة المتداخلة ماشي.
ماشي، ما وصلناش، ما شرحناش اي حاجة فيها، لسه ما عملناش الأعمدة المتداخلة. في مرحلة الأعمدة المتداخلة هيكون في شغل غير كده، ولكن احنا لسه بنعرض المعلومات والمهارات العامة للتطبيق. كل عمود من دول المفروض ان حضرتك بتضيف في نهايته، من هنا في نهايته اسم الطالب، كل عمود كل عمل من دول بتضيف في نهايته بقلم الطالب فلان او اعداد الطالب فلان، وتكتب اسمه، ولو في صورة كده 4×6 للطالب مفيش مشكلة ان انت حضرتك تضيفها له، يعني بتكون عامل تحفيزي للطالب. وفي اول العمود من فوق بتكتب العنوان بتاعه، ماشي، ده العمود ده بيتكلم عن ايه. يبقى الخطوة الاولانية في التنسيق النصي للأعمدة، النصوص اللي داخل الأعمدة، ان انت بتحدد النص كله وبتعمله مشدود، ودي اهم نقطة معانا في صحيفة الحائط في تنسيق النصوص داخل الأعمدة، ان انت تخلي الكلام مشدود. مشدود يعني بيبدأ من اول العمود وبينتهي عند اخر العمود. تعال نكبر كده العرض شوية عشان نشوف. زي دول كده بيبدأ الكلام من أول العمود وبينتهي عند آخر العمود، ماشي. ده بالنسبة للتنسيق مشدود. بعد كده بتكبر الخط بحيث إن يملى معاك العمود من فوق لتحت، وبتسيب مكان في رأس العمود علشان تكتب العنوان بتاعك. العنوان ده المقال ده بيتكلم عن إيه، والعنوان ده لما بتكتبه بتكتبه ببونت مختلف وأيضا بلون مختلف علشان يبقى كده يعني إيه، برضو في عنصر جذب للمشاهد. في اخر العمود من تحت بتسيب مكان تكتب فيه اسم الطالب بقلم الطالب فلان، بقلم الطالب فلان او اعداد الطالب فلان، ولو فيه اي مساحة فاضية كده تحط له صورة 4×6 ولا حاجة، صورة صغيرة. طيب في نص العمود ينفع العمود يكون كله كده كلام كده سرد كده، ما فيش صور فيه ولا رسومات ولا اشكال بيانية ولا رسومات توضيحية ولا كده؟ لا طبعا ما ينفعش. المفروض ان احنا هنا بنضيف صور، لازم كل شوية تعمل انسرت لصورة، لان طبعا الكلام من غير صور بيبقى يعني كده يعني كلام جاف كده، ما ينفعش طبعا. لابد ان كل فترة كده نحط صورة توضيحية توضح المسألة اللي احنا بنتكلم عليها. انا اضفت صورة اهوت، اروح اضيفها بس اعملها تنسيق في المكان بتاعها. طبعا الصورة دي لا تعبر عن الموضوع، ولكن يعني احنا بنقول بس ان دي يعني كمثال انت حضرتك هتحط صور طبعا تخدم الموضوع بتاعك. ولكن انا بضيف صورة دلوقتي، يعني ده مجرد مثال. بعد كده المسافات الزيادة دي تحددها وديليت من لوحة المفاتيح علشان تظبط معاك. الصورة دي لو عايز تعمل لها برواز مفيش مشكلة، هتلاقي أول ما تضغط على الصورة هتلاقي في أدوات الصورة البيكتشر تولز، الفورمات هيت، وتبدأ إن أنت تعمل التنسيقات اللي أنت عاوزها، البرواز اللي أنت عاوزه، ماشي، للصورة. أي برواز حضرتك تختاره من ده هيتم تطبيقه تلقائي. بتروح طبعا في مكان تاني وبتعمل صورة تانية وهكذا. نشوف الشكل العام. هضيف كام صورة كده وبعدين نشوف الشكل العام لمجلة الحائط بتاعتنا. وبكده نكون أضفنا بعض الصور
للأعمدة بتاعتي للمقالات والتحقيقات والأحاديث، وعملت تنسيق للنصوص داخل الأعمدة. ولكن بننبه وننوه ونؤكد ان احنا لسه في مرحلة الأعمدة المجردة، الأعمدة اللي هي السادة كده ما فيش فيها تداخل. دي ممكن تستخدمها طبعا لانها بسيطة وسهلة، ممكن تستخدمها في صحيفة الحائط او مجلة الحائط اللي هي موجودة عندك في المدرسة، اللي هتضيفها اللي حضرتك هتعلقها في الفصل او في الطرقات المختلفة في المدرسة او في مكتب المدير في المكتبة في حجرة الاخصائي الاجتماعي في الحجرة بتاعتك الشخصية بتاعت اخصائي الصحافة ان كان عندك طبعا مكان، لان طبعا مفيش حد هيحاكمك او هيحاسبك ويقول لك يعني فين الاعمدة مش متداخلة ليه، فين مش عارف ايه. حضرتك في المدرسة بتاعتك او في الشغل بتاعك بتعمل الاعمدة العادية ديت لانها مفيهاش يعني تعقيدات. في الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنحاول نشرح الاعمدة المتداخلة او نعمل نموذج كده لها. بنؤكد ان احنا لسه شغالين على تطبيق الببلشر طبعا في مجلة الحائط اللي هي الأفقية اللي هي لوحة 100 في 70. الفيديوهات السابقة كانت مهمة وبننتقل فيها خطوة بخطوة، كل فيديو مبني على اللي فات. فياريت حضرتك يعني لو ما كنتش شفت الفيديوهات ارجع تاني هات البلاي ليست دي قائمة التشغيل دي من أولها واعمل لها يعني شوفها كويس وادرسها كويس. لسه عندنا خطوات كتيرة جاية، لسه في المنشطات ما كتبناهاش ولا العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية، ودي طبعا لها برضو شغلها. وكمان عندنا حاجات كتير لسه في أشياء كتير ما شرحناهاش في مجلة الحائط هنحاول ان احنا نتطرق لها. احنا ماشيين بنفس المبدأ اللي احنا ماشيين به دايما خطوة بخطوة، وكل فيديو فيه معلومة واحدة بتشرح مسألة واحدة. يعني النهاردة اتكلمنا عن تنسيقات النصية بداخل الأعمدة، ازاي اظبط النصوص بتاعتي وما يكونش شكلها مبهدل كده ويكون شكلها وحش، لا يكون وكمان بتكون متناسبة او يعني ملائمة، لان لو حضرتك شاركت بالمجلة ديت في مسابقات المختلفة تكون يعني ماشي على المقاسات اللي هي ستاندرد الحاجات القياسية اللي بترد إلينا في النشرات الوزارية وغيرها. لو عند حضرتك أي تعليق أو معلومة أو إضافة أو حتى نقد إحنا بنرحب به دائما، بل بنتشوق إليه، منتظرين تعليقاتكم، منتظرين مشاركاتكم. يا ريت يعني ما تبخلوش علينا بيها أبدا، وما تكسلش اتعلم وعلم غيرك وزود في مهاراتك. شارك الفيديوهات واكتب تعليق وما تبخلش علينا بالتعليقات بعدها. حضرتك كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.